السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. بداية أرحب بكم كطلبة المرحلة الأولى، وإن شاء الله تكون هاي السنة سنة عفيفة عليكم وحلوة وسهلة. أنا دكتورة أفنان، أخذكم بمادة البايو بيولوجي إن شاء الله، ورح نأخذ المحاضرات بشكل بسيط وسهل، وإن شاء الله تفهمون على شرحي. بنبدي بالمحاضرة، راح نسوي starting، ناخذ عندنا المحاضرة start presentations اللي هي بداية اسم المحاضرة human biology first lectures. أول عندنا أول محاضرة introductions to human biology. بداية بالبداية راح ناخذ شنو الأهداف من هاي المحاضرة، شنو المواضيع اللي راح ناخذها بهاي المحاضرة. اولا عندنا البيولوجي ديفينيشنز اللي هي شنو تعريف علم الاحياء. نمبر 2 بروبرتيز اوف ليفينج ثينجز اللي هي شنو خصائص الكائنات الحية. نمبر 3 لايف هاز ماني ليفلز اوف اورجانيزيشنز اللي هي شنو الحياة عندنا بها عدة مستويات. Number 4 characteristics of living things اللي هي شنو characters اللي هي خصائص الكائنات الحية. احنا اخذنا شنو اول number 3 تنظيم الحياة بعدة مستويات. Number 4 خصائص الكائنات الحية. Number 5 كيميائية الحياة عندنا. Number 6 live elements نايف إليمنتس اللي هي شنو عناصر الحياة اللي هي شنو عندنا أتومز أورجانيزيشنز وأتوميك فاريانتس يعني هي شنو المتغيرات الذرية أو التنظيمات الذرية عندنا. نمبر 7 أورجانيك موليكولز أوف سيلز الجزيئات العضوية للخلايا مالتنا شنو بيها الجزيئات العضوية، بيها وظائف البروتينات، بيها الكربوهيدرات، بيها الليبيدز نيوكليوك أسيدز والووتر موليكولز اللي هي شنو أولا وظائف البروتينات. نمبر 2 الكربوهيدرات. نمبر 3 الليبيدز اللي هي الدهون. نمبر 4 الأحماض الأمينية الأحماض العفوا النووية. ونمبر 4 جزيئات الماء. فإذن جزيئات العضوية للخلايا بها هذني الخصائص. البيولوجي، نيجي على تعريف البيولوجي. The study of living organisms divided راح ينقسم اللي هي شنو دراسة الكائنات الحية، راح تنقسم into many specialized fields that cover their morphology, physiology, anatomy, behaviors, origins and distribution. إذن شو راح ينقسم؟ تنقسم إلى العديد من المجالات المتخصصة، واللي شنو إيش تنطينا المجالات المتخصصة؟ تنطينا شكلها، تنطينا علم وظائفها، الأعضاء مالتها، تنطينا تشريحها. تشريحها إحنا عندنا الخلايا، وعندنا تشريح الأحياء عندنا. تنطينا سلوكها، تنطينا أصلها، تنطينا توزيعها. فإذا الأحياء بصورة عامة هي بها سلوك، بها خصائص، بها وظائف الأعضاء. فإذا هذا تعريف علم الأحياء. Properties of living things خصائص الكائنات الحية. أولا تتكون الكائنات الحية من شنو؟ تتكون من خلية واحدة أو أكثر. Composed from cells one or more surrounded by membranes. الخلية عندنا إحنا الخلية مالتنا نصغر الشاشة شوية. الخلية مالتنا بشنو محاطة؟ محاطة بغشاء اللي هو عندنا هذا غشاء اللي هو تلاحظوا ده أشر أنا على الرسم. هذا الغشاء الخارجي مالتها محاطة بغشاء. هذا الغشاء راح يسمح بدخول المواد الضرورية، بس شنو ما راح يخلي المواد الضارة والغير الضرورية انها تدخل الى داخل الخلية. فاذا هذا الغشاء فقط يسمح بدخول المواد الضرورية الخلية اللي تريدها، بينما المواد الضارة والغير الضرورية اللي هي ما تريدها ما راح يسمح بدخولها الى داخل الخلية. هذا شرح على الخلية.
نمبر 2 احنا بدنا نرجع للصفات البروبرتيز مالتنا. نمبر 2 ريسبونس تو ذا انفايرمنت، انه شو تكون؟ تكون الاستجابه للبيئه. اذا احنا المواد عفوا مو المواد، الاحياء عندنا تكون مستجابه للبيئه. شلون يعني مستجابه للبيئه؟ يعني نعطي مثل انه الكائن الحي الكائن الحي يستجاب للبيئة، نقول إنه هو يستجاب للبيئة بمحيط اللي داير مدارة. مثلاً إحنا عندنا الإنسان يسمع، يشوف، يحس بالهواء، يحس بالبرودة، يحس مثلاً بالهواء الحار. فإحنا بنقول إنه هو مستجاب للبيئة المحيطة به. فإذا إحنا نحكي كمثال للإنسان، الحيوان كذلك من يجي لشي خطر راح يستجاب اللي داير مدايرة، راح يحس انه اكو خطر جاي عليه. تمام. فاذا الاحياء عندنا هذني امثلة اني نطيتها لكم. نمبر 3 تتكون الكائنات الحية من شو تتكون؟ reproductions produced offspring اللي هو ميتوسيس. من شو تتكون؟ تتكون من جزيئات بيولوجية composed of biological molecules. تتكون نمبر 3 composed of biological molecules، تتكون من جزيئات بيولوجية. نمبر 4 reproductions produced offspring meiosis اللي هو شنو عندنا؟ نمبر 4 reproductions يعني عندنا احنا التكاثر مالتنا، وتنقسم تتكون عندنا ذرية ويصير عندنا الانقسامات. نمبر 5 عندنا evolve and adapt to number 5 have metabolism convert oxygen and nutrients into ATP energy. number 5 عندنا عملية التمثيل الغذائي بداخل الكائنات الحية اللي هو شنو؟ يتحول عندنا الأكسجين أو النيوترونز اللي هو المواد النيوترونز اللي هي شنو؟ المواد الغذائية تتحول إلى طاقة في داخل جسم الكائن الحي. هذه الطاقة تسمى ال ATP. اوكي. نمبر 6 evolve and adapt to environments اللي هو شنو؟ التطور والتكييف مع البيئة مالتنا. نمبر 7 maintain homeostasis اللي هو body's ability to maintain constant internal environments اللي هي شنو؟ يحافظ الجسم اللي هو يحافظ على التوازن. يعني شو يحافظ على التوازن؟ دي يقول body's ability to maintain constant internal environments اللي هو قدرة الجسم على الحفاظ على بيئة داخلية ثابتة. قدرة الجسم الإنسان يحافظ على درجة حرارته ثابتة. اوكي. ما يتعلى اكثر من 37 او تقل 37 الا في حالات يكون عندنا infections، في حالات يكون عندنا انسان مريض. بينما بالحالة العادية الجسم قدرته انه يحافظ على بيئته الداخلية ويبقى ثابت. الحياة عندنا life has many levels of organizations، عندها المستويات عديدة من التنظيم، يعني تكون الحياة المنظمة. فإني هي شنو هي؟ عندنا أولا عندنا the chemical organizations molecules التنظيم الكيميائي اللي هو شو يسموه؟ الجزيئات. ثانيا number 2 the cellular organizations اللي هو التنظيم الخلوي. نمبر 3 the tissue levels of organization مستويات تنظيم الأنسجة. فإذا شنو التنظيم؟ إلها مستويات. فنمبر 3 the tissue levels of organization. نمبر 4 اللي هو تنظيم الجهاز التنظيمي نفسه، الجهاز اللي هو اللي راح ينظم لنا هاي الأشياء أيضا راح يكون منظم. وأربعة اللي هو مستوى التنظيم عندنا للأنظمة مالتنا. Characteristics of living things اللي هي خصائص living things مالتنا، خصائص نرجع نشرحها اللي هي شنو بي؟ Number one living things are highly ordered، يعني شنو كائنات الحية تكون مرتبة، ما تكون عشوائية. شو مرتبة؟ طبعا انه اول شيء
ممكن تتكون عندنا الذرة ورا الذرة جزيئة ورا جزيئة، عندنا المركبات، بعد المركبات تتكون عندنا أكبر وأكبر أشياء راح ناخذها هسه ونشرحها واحدة واحدة إلى أن توصل للبيوسفير. اللي هو شنو البيوسفير مالتنا؟ المحيط الحيوي. المحيط الحيوي اللي هو يجي بعد ما يتكون عندنا الجسم، الكائن الحي، وتطلع عندنا المكان. فإذا التنظيم عندنا living things دي يقول highly orders، تكون منظمة بصورة منتظمة، منظمة بصورة منتظمة. شلون تكون؟ من الذرة إلى المحيط الحيوي مالتنا. فأول ما نبدي، هاي number one، أول ما نبدي اللي هو الأتومز. اللي هي شنو هي الأتوم؟ الأتوم هي الذرة. The smallest particles, الأتوم smallest particles into which you may divide an atom and keep properties of that atom. إذن الذرة هي شنو؟ هو أصغر جزئين. يمكن تقسيم الذرة إلى عدة أقسام، بس شنو؟ ما راح تتغير خصائص الذرة، راح تبقى محتفظة بها. يقول keep properties of that atom. Okay. Number two, الموليكيولز. اللي هي الموليكيولز، شنو هي الموليكيولز؟ هي الجزيئة أو الجزيء. الجزيء هو عبارة عن اثنين أو أكثر من الجزيئات مرتبطة مع بعضها. الجزيء جزيئتين أو أكثر مرتبطات مع بعضها. أورغانلي اللي هو شنو؟ عفواً، اللي هي يسموها العضية، اللي تكون تجي بعد الجزيئات. اللي هي شنو؟ عبارة عن structures، هو هيكل، taken together make up cells، اللي هو هياكل. عضية هي هو عبارة عن هياكل مجتمعة مع بعضها، تتشكل عندنا، تشكلت عندنا الخلايا. اوكي، مو ذرات مرتبطة بعضها، لا، هي هياكل مرتبطة مع بعضها وتشكلت عندنا الخلايا. فإذا أولا طبعا هاي بالتسلسل، نمبر 1 الأتوم، نمبر 2 بعد الأتوم تجي الجزيئات، نمبر 3 الأورغانيل، نمبر 4 عندنا اللي هي الخلايا. إذا الخلايا من جاية؟ جاية من الأورغانيل. زين، السيلز ذا سامبلست انتايتي وذ all the properties of life. إذا الخلية هي أبسط كيان نسميه يمتلك كل خصائص الحياة. فإذا الخلية هو أبسط شيء أو كيان يمتلك خصائص الحياة. فإذا إحنا بجسمنا عندنا خلايا، هاي الخلايا تمتلك صفات جسمنا، صح لو لا؟ بعض الخلايا، بعد الخلايا شي يجي عندنا؟ تجي التيشو. التيشو اللي هي شنو هي؟ التيشو اللي هي الأنسجة. الأنسجة هي شنو؟ عبارة عن مجموعة من الخلايا مرتبطة مع بعضها وإلها نفس الفنكشن مالتها، نفس الوظيفة. إذن التيشو groups of cells with the same function، مجموعة من الخلايا لنفس الفنكشن. بعض التيشو بعدها شو راح يجي عندنا؟ الأورغان. الأورغان اللي هو شو يسموه العضو، هو مجموعة من الأنسجة. مثل ما تلاحظون إنه شيء مرتبط بشيء، يعني ما معقولة إنه أنا أقول أورغان بعد الأورغان راح يجي عندنا التيشو، لا غلط. نقول التيشو هو بعدها يجي الأورغان، يعني نحكي إحنا بالتسلسل وليس مخربط، بالتسلسل. فإذا التيشو هو مجموعة من الخلايا لها نفس الوظيفة، الأورغان هو مجموعة من التيشو serving same function، تؤدي نفس الوظيفة. الأورغان سيستم، الأورغان سيستم اللي هو نظام، شنو نظام؟ الجهاز اللي هو للأعضاء، الجهاز العضوي. A group of organs، مجموعة من الأعضاء. That perfume performs the same function، يعني وإلى آخره. The digestive system اللي هو مجموعة من الأعضاء، تؤدي نفس الوظيفة. مثل شنو؟ The digestive system اللي هو مثل شنو؟ الجهاز الهضمي. تمام.